العين هي وسيلة الإبصار التي نرى العالم من خلالها، لكن ليس الجميع يتمتع بهذه النعمة، فهناك ما يقارب 253 مليون شخصاً يعانون ضعف النظر، و39 مليون شخصاً يعانون من العمى حول العالم. أما عن أسباب ضعف أو فقدان البصر، فإما تكون وراثية يولد بها الإنسان، وإما يكتسبها بتعرضه لحادث أو إصابة أو مرض ما يؤثر على العين. وقد أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إن هناك شخصاً واحداً يتحول إلى فاقد للبصر كل 5 ثوان في العالم، ويتحول طفل واحد إلى فاقد للبصر كل دقيقة على مستوى العالم. ونظراً للظروف والتحديات التي يواجهها فاقدي البصر على غرار عدم مقدرتهم على الكتابة الطبيعية التي تساعد في عملية التواصل والتعلم والنمو الفكري، تقرر تخصيص يوماً عالمياً للاحتفال باللغة التي قدمت الكثير للمكفوفين وغيرت واقعهم بامتياز، وهو اليوم العالمي للغة برايل، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر لعام 2018 بإعلان يوم 4 يناير يوماً عالمياً للغة برايل، اعترافاً بضرورة تعزيز حقوق الإنسان لا سيما حقوق المكفوفين. وتم الاحتفال به أول مرة في عام 2019، لكن ما هو السبب الذي جعلهم يختارون هذا اليوم بالتحديد يوماً عالمياً للغة برايل؟ وما هي لغة برايل؟ وكيف تم اختراعها؟ في مدينة كوب براي التي تقع شرق العاصمة الفرنسية باريس، ولد طفل اسمه لويس برايل في 4 يناير عام 1809. في أحد الأيام ذهب لويس الطفل الصغير مع والده إلى الورشة التي يعمل بها كعادته، وبينما كان يلعب بآلة حادة وجدها في الورشة، تعثر لويس فأصابته الآلة الحادة في عينه، وهكذا تسببت تلك الحادثة بفقدان لويس إحدى عينيه، وبعد مرور عامين فقد البصر في عينه الأخرى بسبب إصابتها بالرمد. لكن فقدان البصر لم يجعل برايل يتوقف عن تحصيل العلم، وكانت نتيجة سعيه للتعلم هي ابتكار لغة برايل. ترى كيف توصل برايل إلى فكرة اختراع هذه اللغة؟ جاءت فكرة اختراع لغة برايل عندما علم برايل بنظام يتبعه الجيش الفرنسي أثناء الحروب، وهذا النظام كان عبارة عن شفرة مكونة من نقاط وأشرطة مطبوعة على ورق سميك، ويتم قراءتها من خلال تمرير الأصابع على النقاط، وهذه الكتابة كانت تستخدم في الليل وتساعد الجنود على التواصل ونقل المعلومات دون الحاجة إلى الكلام أو الضوء. وترجع فكرة هذا الابتكار إلى النقيب تشارلز باربي. أما برايل فحرص على تطوير هذه الفكرة حتى أصبحت تعرف بلغة برايل. ولغة برايل هي عبارة عن نقاط بارزة يتم قراءتها عند لمسها بالأصبع، وتتكون من 6 نقاط موزعة على صفين، وكل صف يحتوي على 3 نقاط، وتترتب النقاط من 1 إلى 6، ويمكن الخلية الواحدة أن تكون حرفاً من الحروف الأبجدية، ومن هذه النقاط تتشكل جميع الأحرف والاختصارات والرموز. ومع دخول الكمبيوتر تم إضافة نقاط للغة برايل لتصبح 8 نقاط، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الرموز والإشارات، ولكن بقيت هذه الإضافة تستخدم في نظام الكمبيوتر فقط. ويقال أيضاً بأن لغة برايل سبقتها ب600 عام طريقة كتابة مشابهة لها ابتكرها المهندس واللغوي زين الدين الآمدي الذي فقد بصره عندما كان صغيراً. ونتيجة لعمله كبائع كتب ومن أجل معرفة سعر الكتب التي يبيعها وحتى لا يتم خداعه، كان يقوم بفتل الورقة على شكل حرف أو أكثر من حروف الهجاء، ويقوم بلصقها على طرف جلد الكتاب، وهذه الحروف تحمل ثمن الكتب، فعند البيع يتم لمس الأحرف وبذلك يعرف السعر. وبالعودة إلى ظروف رعاية المكفوفين قديماً،
نجد أن فرنسا كانت السباقة في تأسيس مستشفى ملكي لرعاية المكفوفين يسمى بمستشفى كانزفان. أنشأه الملك الفرنسي آنذاك للجنود الذين فقدوا بصرهم، وهناك منهم من برع في الأعمال الحرفية من دون تلقي أي تعليم رسمي. وفي عام 1784 أنشأ فالنتاين هاوي المعهد الوطني للأطفال المكفوفين، وقد درس لويس برايل في مدرسة هاوي في عام 1819. أما في الوقت الحالي نجد الكثير من المعاهد والمدارس تهتم بتعليم المكفوفين، ومن بينها كلية رويال ناشونال كوليدج للمكفوفين للتعليم ما بعد الثانوي في مدينة هارفارد الإنجليزية. ومع تطور التكنولوجيا دخلت تقنيات في الحاسوب تساعد فاقدي البصر على القراءة، حيث تعمل على تحويل الكتابة العادية إلى طريقة برايل، فتظهر أسطر إلكترونية من خلال برامج قراءة الشاشة. لكن هناك بعض التخوفات من تطور التكنولوجيا أكثر، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهمال طريقة برايل. وكما يقول رئيس المكتبة المركزية الألمانية للمكفوفين في مدينة لابستج البروفيسور توماس كالج، برغم أن عالم الوسائط المعلوماتية اليوم أصبح يوفر للمكفوفين الكثير من الإمكانيات الجديدة، إلا أنه ليس هناك في الواقع بديل عن هذه الكتابة، ويقصد بالكتابة لغة برايل. وليس مشكل القراءة والكتابة هو المشكل الوحيد عند المكفوفين، بل إن معاناتهم أكبر من ذلك بعيشهم في مجتمعات مصممة من الأساس للمبصرين، كالطرق والشوارع الغير ملائمة لسير المكفوفين عليها، بالإضافة للمباني والمؤسسات التي يصعب على المكفوفين التردد عليها، ومشكل المناهج المدرسية التي يصعب توفرها، والثمن الباهظ للأجهزة التقنية والتكنولوجية الخاصة بالمكفوفين، وكذلك صعوبة الحصول على الوظائف والعمل إذ يتم إقصاؤهم منها. ومع ذلك فإنه لا ينكر بأن هناك بعض الدول في المقابل تسعى إلى دمج المكفوفين في الوظائف وتوفير الوسائل التي تسهل عليهم التعليم والعمل والعيش مثلهم مثل المبصرين. وليس اليوم العالمي للغة برايل هو اليوم الوحيد المخصص للمكفوفين، فيوجد يوم آخر مخصص لهم، وهو يوم 15 من أكتوبر تشرين الأول، ويسمى باليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي أوصى باعتماده الأعضاء الفخريون في المجلس العالمي لرعاية المكفوفين، وكان ذلك في اجتماعهم الذي عقد في فبراير عام 1980 بباريس، وقد بدأ استخدام العصا البيضاء عام 1931 وهي رمز استقلالية المكفوفين. وهكذا وباعتماد يوم الرابع من يناير يوما للغة برايل، ويوم 15 تشرين الأول يوما للعصا البيضاء، استطاع العالم أن يسلط الضوء أكثر على حياة فاقدي البصر الذين لم يستسلموا للظروف، بل يجدهم العالم كله بأنهم أصحاب عزيمة يصنعون من ظروفهم الصعبة حياة ممكنة ملؤها الأمل والاجتهاد. فكل عام والمكفوفين بخير، وينيرون العالم بضوء إبداعهم.